عندما أحاول استنطاق ذاكرتي تتراءى لي صورتي منهمكا على القراءة والكتابة وأنا في الرابع ابتدائي، وذلك إلى درجة أن جدي لأبي اشتكى يوما لجدتي بصوت مرتفع قصد منه أن أسمعه وأنا في الغرفة التي كنت أنعزل فيها للقراءة والكتابة. قال: أنا طول عمري لم أرى طفلا يحبس نفسه بين الكتب والأوراق مثل هذا الولد، لقد كبر الآن وعليه أن يعمل مساعدا لي في البستان. أما بعد أن غادرت مسقط رأسي والتحقت بالدار البيضاء للدراسة الثانوية، فإن صورتي في الذاكرة لا تختلف عن تلك التي وصفت. أراني في حديقة مردوخ أو حديقة الإرميتاج، جالسا على كرسي أقرأ أو أكتب أو أغدو وأروح بين ممرات الحديقة وفي يدي كتاب وعيناي لا تغادرانه. ومع أنني بعت جميع كتبي تقريبا يوم كنت بصدد جمع الضروري من المال حين كنت على أهبة ركوب الباخرة إلى سورية للدراسة، فإن كتابين اثنين لا غير قد أفلتا من البيع ولست أدري كيف حصل ذلك. أحدهما بعنوان كتاب الأخلاق للمدارس الثانوية لأحمد أمين وزميل له، كنت اشتريته من إدارة المدرسة المحمدية بفيجيك وأنا في الثالث أو الرابع ابتدائي حوالي عام 1945. أما الثاني فهو بعنوان كليلة ودمنة طبعة 1912، كنت اشتريته في الدار البيضاء في السنة الأولى لالتحاقي بها عام 1951-1952. وما يهمني الآن من هذين الكتابين هو ما اكتشفته على صفحاتهما في السنين الأخيرة بعد أن غابا عن متناولي منذ منتصف الخمسينات. لقد اكتشفت، بل تذكرت، الطابع الذي كنت أضعه على كتبي قبل سفري إلى سوريا، وقد كان يشتمل على اسمي ومعه الشعار التالي: اقرأ ما دمت حيا. ولا بد من أن أعترف الآن وقد مر على تاريخ صنع ذلك الطابع نحو 50 سنة أنه قد طبع مساري كله ولا يزال يطبعه. وأخيرا، فإذا كان لي أن أضيف اليوم وأنا أقترب من 70 عبارة أخرى إلى ذلك الشعار تجعله يقدم للأجيال الصاعدة خلاصة تجربتي، فإني أكتب ما يلي: اقرأ ما دمت حيا تشق لنفسك مسارا قابلا للقراءة.